تذمر واستهجان في الشارع البابلي لما يحدث في العملية السياسية من تجاوز للمدد الدستورية وتأخير تشكيل حكومة تنتشل البلاد من المشاكل السياسية والاقتصادية. وما زاد المشهد ضبابية هو انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، محذرا من تكليف أي شخصية كان لها ارتباط بالتيار الصدري بحجة مشاركة التيار في الحكومة المقبلة. فشلت الكتل السياسية بأن تعقد جلسة تخص انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا دليل على فشلهم وضعفهم لإدارة العملية السياسية. يريدون العودة للمربع الأول، مربع التوافق وتوزيع المناصب والحصص، وأن ينتجون حكومة بلا أب. بالتالي يعني هذا الخيار هو خيار مرفوض من قبل الشارع العراقي. انسحاب التيار اصلا زاد الطين بل، يعني خاف شويه كان املنا بالحكومه تتشكل، هسه بعد ما تتشكل عايفين هذا الوضع الخدمي وملتهين بالمشاكل وبالاحزاب. ما توقعت تتشكل، ما تتشكل بس صراعات. البرلمان عباره عن صراعات، تنافر وتجاذبات لم تفضي لما ينهي التصحر السياسي الذي عصف بالمشهد برمته، فيما يتنبأ البعض بمشروع احتجاجات شعبية قد يتشارك فيه التيار والتشرينيون وغيرهم، وتكرار سيناريو حكومة عبد المهدي مع الحكومة التي قد تولد بعوق سياسي ينهي حياتها مبكرا. لازم يكون اكو تغيير، سواء كان بادر من قوى سياسيه مثل التيار الصدري، او سواء كان بادر من قوى وطنيه وشباب محتجين، او سواء كان بادر من هموم الناس واحتياجاتهم البسيطه. اتوقع انه الطرفين يكونوا موجودين في ساحه الاحتجاج. الهدف قد يكون مشترك، اللي هو انهاء هذه المحاصصه السياسيه، انهاء هذه الفوضى النظاميه او الغير نظاميه العفو اللي تنتجها قوى سياسيه، خاصه الطرف الاطاري. ممكن يشاركون في همومهم، أو ممكن يشاركون في هدفهم في إسقاط هذا أو تغيير شكل المنظومة السياسية الحالية. يرى مواطنون أن الكتل السياسية الحاكمة ما زالت مستمرة بفشلها بإدارة البلاد، وتسببت بتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية، ولا بد من تغيير جوهري يبدل الحال لما ينصف شعبا عن الويلات بسبب ساسته. من محافظة باب العلي فليفل، الرشيد.